أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا إبراهيم حنيفا. آمين.
وما كان من المشركين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا عليك يا سيدي ولله على
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وإياكم يا سيدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا وحدك يا دكتور جميل. واذكروا نعمة أعداء
الله عفو سيدي عفو الله سبحانك يا رب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك